الموسم الماضي شهد الدوري الإماراتي إقالة 5 مدربين من أول 4 جولات. هالموسم شوي تأجل الموعد، لكن العداد بلش يشتغل. بعد الأسيوية تمت إقالة تينكات مدرب الوحدة بعد ما خسر من النصر بالخمسة. عبد العزيز العنبري تمت إقالته من تدريب الشارقة، لكن بعد نتائج الدوري المحلي. قراءة حمادي قردبو في تجربة الهولندي تينكات. عندما نقول الهولندي تينكات سنقول اسما عالميا في عالم التدريب، وعندما نقترب أكثر سنلاحظ أن تينكات وخلال مسيرة تدريبية طويلة جدا فاز بلقب الكأس مرتين فقط، واحد في المجر والآخر في هولندا، واللقبان مر عليهما زمن طويل. أما الألقاب التي جعلت الكثيرين يصفون مسيرته بالناجحة ففاز بها مساعدا لفرانك رايكارد مع برشلونة، وسنتقدم أكثر ليكون أول لقب دوري يحتفل به تينكات فمع الجزيرة الإماراتي قبل 4 سنوات. الأرقام والتاريخ ستجعل من تجربة تينكات مع الجزيرة استثناء عربيا وخليجيا، فهو الذي افتتح تجربته الخليجية بتجربة قصيرة جدا مع الأهلي الإماراتي، استقال خلالها بعد الخسارة بالخمسة في دوري أبطال آسيا، وحينها تعلل بأن عقلية اللاعبين غير احترافية، بينما هو يحب العمل الجاد والمخلص، وقال إن النادي ليس مرغما على دفع تكاليف راتبه لأن الاستمرار لن يغير الوضع. كلام تينكات هذا كان قبل 11 عاما، ولكن في السنوات الأخيرة وفي التجارب الخليجية يبدو أن تينكات حافظ على شخصيته القوية ورفضه المطلق لأي تدخل في عمله، فكانت النتيجة دائما تجربة سريعة تتبعها إقالة وتعويضات كبيرة. تينكات اعتزل التدريب أكثر من مرة، لكنه في كل مرة يعود لتجربة قصيرة جديدة تثري الرصيد البنكي. أما الرصيد التدريبي فلا يهم، خاصة وأن تينكات يبقى مطلوبا رغم الفشل المتكرر. الوحدة هو الوحيد خليجيا الذي أقال كات ثم استعان بخدماته مرة ثانية، وفي المرة الثانية كذلك التطلعات والأحلام في كفة والنتائج والإقصاء في كفة أخرى. ربما تينكات كان محظوظا هذا الموسم بالمشاركة في دوري أبطال آسيا، فهي من ضمنت بقاءه، لأن نتائج الدوري جعلت من المدرب الهولندي من الأكثر عرضة للانتقادات. صحيح أنه لم يخسر، ولكن ناديا يراهن على اللقب يتعادل في 5 جولات متتالية سيتأخر في الترتيب وسيبتعد تدريجيا عن المنافسة. الغريب أن الدوري الإماراتي لم يشهد إقالات مبكرة هذا الموسم عكس المواسم الماضية، واللافت أن الثنائي المقال هو الذي نافس في دوري أبطال آسيا فودع مقابل نتائج متواضعة في الدوري. آسيويا تينكات فاز على العنبري بركلات الترجيح، لكنه ودع أمام النصر السعودي بالخمسة ليذكرنا بأولى تجاربه، ولكنه هذه المرة لم يستقل بل أقيل. كثيرون أكدوا أن صرامة تينكات ورفضه أي تدخل تحولت من نقطة كانت تعد إيجابية إلى اتهامات بالسمسرة عند اختيار المحترفين. والسؤال الختامي، هل سيجد تينكات فرصة ليستمتع بما كسبه من وراء الإقالات، أم أننا سنراه قريبا في تجربة قصيرة جديدة؟ حمادي قردبو، صدى الملاعب.